أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار. الوقفة الأولى وقفة اعتبار، وذلك يا عباد الله أن في العام الماضي استقبلنا شهر رمضان ثم ودعناه، ثم انتظرنا شهر رمضان القادم ونحن نراه بعيدا، وها هو قد دخل علينا، والواحد منا يقول لنفسه أو يقول لأخيه: ما أسرع ما مرت الأيام، والله كأننا بالأمس نودع رمضان الماضي، وها نحن اليوم ندخل في رمضان الحاضر. وإنها والله لحقيقة الأيام تمضي بنا سريعة تنقص من آجالنا. يقول الواحد منا يا عباد الله: إذا مر عليه عام زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن عمره قد نقص سنة، فالعمر معدود والأجل محدود، وإن هي إلا خطوات، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنها أيام يا عباد الله نطويها وتطوينا وتسير بنا سريعة إلى أجالنا. إن هذه الحقيقة يا عباد الله تذكرنا بقول ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الحياة يا عباد الله تمضي بنا سريعة، تمضي بنا سريعة، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب، ثم شيب، ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. فهنيئا يا عباد الله لمن اعتبر بما فات وأحيا الحاضر والقادم بالصالحات، فاعتبروا يا أولي الأبصار.